باربي استيقظي. باربي! إفطارك جاهز، تناوليه. هذا ما أسميه إفطاراً. رقائق، لكنها غير صحية. لكن لذيذ. أوه، مرحباً باربي. لدي لعبة لك. هل هذه لي؟ إنها لعبة جميلة. إنها هدية مذهلة. مرحباً، أنا آرتيوم. مرحباً آرتيوم. مرحباً بكم يا رفاق. مرحباً بكم في روضة الأطفال. أخبروني، ماذا تريدون أن تصبحوا عندما تكبرون؟ أول من أنا. سيبدأ هو باربي. أنت تعالي إلى هنا. أريد أن أصبح نجمة روك. املأ الملاعب. نجمة روك؟ هذا مثير جداً للاهتمام. حصلت على ثلاثة. باربي، هيا أخبرينا عن حلمك. أنا أريد أن تكون لدي مزرعتي الخاصة بها الكثير من الحيوانات، أحبها كثيراً. باربي، لم أعطي زائد ستة لأي شخص في حياتي، لكنني سأمنحك درجة زائد ستة الآن. أحسنت. رائع، شكراً. آرتيوم، تعال إلى هنا. أنا عندما أكبر أريد أن أصبح باربي. هل أكلت الفول على الإفطار؟ أي! أنت سيئة باربي. أنا هي الأفضل. مرحبا باربي، أنا أعلم أنك باربي جيدة. أتريدين بعض الآيس كريم؟ آيس كريم؟ فراولة أفضلها. يا رفاق، ما هو الآيس كريم المفضل لديكم؟ الفراولة هي المفضلة لدي أيضا. توقفي. آرتيم، هل أنت بخير؟ نعم، أنا بخير، شكراً. دعني أساعد. أو باربي، فقط انتظري. مرحباً بكم جميعاً في فصل الكيمياء السحرية. واو، مادتي المفضلة. سوف نبدأ بباربي. كنت أعرف ذلك. واو، إنها زهرة جميلة. مثلي تماماً. آرتيوم، أنت التالي. إنه لطيف جداً. باربي، أهذا لك؟ إنها أرانبي المفضلة. أتمنى أن تكون مصنوعة من الصوف الطبيعي. باربي، كلنا ننتظر بحماس، ما الذي سوف تصنعينه؟ أحب الكيمياء، ما هي مادتكم المفضلة؟ باربي، هل أنت بخير؟ هل هذه هي وظيفتك؟ باربي، انتظري. لقد سئمنا منهم كثيراً، سوف نعلمهم كيف. باربي، لدي هدية لك. هذه الزهور الجميلة من أجلك، إنها جميلة ولطيفة مثلك. جميلة. هذا كل شيء؟ سوف أريك. حسناً، دعونا نرى من هو أفضل لاعب تنس هنا. بالطبع أنا. هيا بنا. حسناً، أنا مستعدة. سنرى من هي باربي الحقيقية هنا. مستعدة؟ تعيين. آرتيوم ركز. أجل، أنا الأفضل.
كيفية اللعب. أرجوحة واسعة. حسناً يا أريكا. حسناً باربي جاهزة؟ أنت باربي سيئة. أليس هذا منعشاً؟ مرحباً باربي. آرتيوم، أحدهم سرق ملابسي. أعتقد أن لدي فكرة. فكرة؟ نعم، هيا. ليس لدي خيار آخر. أنت تصعقين بالكهرباء. واو! كيف ذلك؟ رائع. حسناً، فلنبدأ درس الرياضيات. أين الآخرون؟ كيف لي أن أعرف؟ لكن أعتقد أنهم غير مهتمين بصفك مثلي. معلم، نحن آسفون على التأخر. هيا ادخلا واجلسا. ما هذا البوكيمون؟ أنا بيكاتشو. بيكاتشو؟ حسناً، فلنبدأ درس الرياضيات. تشبه الرياضيات إطلاق الريح تقريباً. أنا آسف باربي، أقصد الفن تقريباً. الأول سيكون... من سيبدأ أولاً؟ وفقاً للتقاليد ستبدأ باربي. ماذا بها؟ حسناً، المهام بسيطة جداً. لنبدأ من الجزء الأيمن للوحة. هيا، 1+1 يساوي 2، 7+8. كم تساوي 4+1؟ أتعرفون؟ باربي، دعيني أساعدك. هنا على سبيل المثال 1+1 تساوي 2. ثلاث أصابع زائد أصبع تساوي 4 أصابع. وهنا يجب عليك أن تكتبي 5. لا لا، هذا غير صحيح. ماذا تفعل هنا؟ لم أفعل. هيا اذهب إلى مكانك. ولكن ما قصة شعرك؟ ما المشكلة؟ كل شيء. ما هذا؟ باربي. لا تكذبي علي، لديك ناقص. معلم، إنه الجرس، علينا الذهاب، إنه وقت الغداء. الطعام صحي؟ يجب أن يكون لذيذاً جداً. هذه هي الكعكة المفضلة لدي. لو كنت أمتلك واحدة لشاركتها معك. حسناً، كان هذا لك بالفعل. حسناً، إذا كنت مصرة. أنت محقة، لذيذة جداً. لكن باربي، صبري عليك. نفد، اتبعيني. يحصل الجميع على المتعة. يا رفاق، دعونا نكتب مقالاً عن خططكم لهذا الصيف. بالمناسبة يا شباب، أخبرونا في التعليقات عن خططكم لهذا الصيف وماذا تريدون أن تفعلوا. ماذا هناك؟ يجب أن ننقذ باربي. كيف؟ فكرة. ماذا هناك؟ يا معلم، انظر، هناك ديناصور، ديناصور حقيقي. انظر انظر، هناك انظر. هل تعتقد أنني لا أفرق بين الشجرة والديناصور؟ حسنا، هيا اكتب مقالتك. معلم، ماذا؟ نحن نشعر بالعطش، أيمكننا الخروج والعودة جداً. بسرعة؟ حسنا، ولكن بسرعة. بالتأكيد. ولا تنسى كتابة مقالك. نعم طبعا طبعا، أكيد. باربي، أين أنت؟ هنا يا رفاق. إنها هنا. مرحباً. شكراً، قمت بحفظه لي. نعم بالطبع، الأصدقاء يساعدون بعضهم البعض. إذا كنتم أصدقاءنا فلا تنسوا أن تضعوا إعجاب واشتركوا. وداعاً.
واو!